يلقى به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا يسهل هذا اللقاء وهذا التجديد، هذه الوجوه النيرة، هذا التجديد بالإيمان، لأن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، ولكن باش نجددها في هذه اللقاءات، لهذا عندما نحضر هذه افتتاحات هذه المساجد ولله الحمد، هذا المسجد الثالث بالنسبة لدائرة المال قيمة بمسجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها عنها بشعب تنعم. دائما المدير والسباق هو اللي كان كما يخلي ربي المفتاح، مفتاح للخير بإغلاق الشر. والجمعة الماضية كنا في مسجد عبد الرحمن بن عوف بالتابعة، واللي ورانا في هذا المسجد مسجد بلا يمر، وهو أول مؤذن في الإسلام، هو أول مؤذن في الإسلام. كان مؤذنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحذورة عبد الله بن مكتوم الذي كان كفيل، وهذا اللي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين في المدينة يصلي بالناس، كان بلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام. أرفع الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ، أرفع الله المقام نتاعه، وأرفع الله سبحانه وتعالى الشأن نتاعه، وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن ذلك. نحيي هذه الإطارات على رأسهم رئيس مجلس الولائي وممثل رئيس الدائرة وشيخنا الحاج عبد القادر مدير الشؤون الدينية والأوقاف، أسرة طويلة تمثل في حاج مختار، وهذه الوجوه كل هذه وهذا الرؤساء منهم رؤساء مثل جاورنا ولم يحضروا معنا هذا الافتتاح، منهم الأخ فيصل، منهم رئيس مدير التعليمات الحميد الله يجعله ان شاء الله امين،